السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سومة في البيت البسيط. ازيكم يا احبابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبالف سعادة. احنا جايين النهاردة عشان نعمل حاجة بسيطة جدا، جايين نعمل كريمة الحلويات، لان احنا لما بنروح نشتريها دلوقتي بنلاقيها غالية جدا، وساعات كمان ما بنلاقيهاش، فقلنا نعملها في البيت البسيط بتاعنا عشان بعد كده ان شاء الله هندخلها في مكونات وحاجات كتير قوي هنعملها في الفيديوهات اللي جاية. فاحنا اول حاجة عندنا، ندخل في الطريقة على طول عشان ما ناخدش وقت. احنا اول حاجة عندنا كوباية ونص لبن، بس يكون كامل الدسم، يعني تجيبيه من اللبان. يعني لو انت عندك الحليب العلب ما عندكيش اللبان، هتحطي 3 معالق قشطة معاه، يعني ما فيهاش مشكلة خالص. ده بالنسبة للبن. بعد كده انا بجيب معلقتين كبار كريم جانتي من عند بتاع كريم جانتي او من عند العطار، قولي له اديني كريم جانتي بس يكون خام من غير سكر. انا عندي معلقتين كبار، وعندي معلقه كبيره لبن بودره، وعندي معلقه قشطه. القشطه دي انا باخدها من على وش اللبن، بحطه من بالليل في التلاجة، اصحى الصبح الاقي عليه وش باخدها. فاحنا دلوقتي يلا نبدا المكونات بتاعتنا، نروح حاطينها في الخلاط. هنحط الكوبايه ونص اللي هي كامل الدسم. بعد كده هبدا ان انا احط المعلقتين الكبار بنفس المعلقه اللي عيرت دي، عيرت بيها المعلقه بتاعه اللبن البودره. هحط معلقه اللبن البودره، واحط معلقتين الكريم الجانتين، وكمان هحط المعلقه بتاعه القشطه اللي انا اخدتها من على وش اللبن. وهبدا ان انا اضرب في الخلاط لمده 5 دقائق لحين ما الاقيه بس اتمسك شويه. وادينا بعد ما قعدنا معاه 5 دقايق كده ولقيناه مسك نفسه شوية، خلاص هنبدأ ان احنا نقفل عليه وهنصبه في الحاجة اللي احنا هنحطه فيها. اهو هنصبه، بصوا وانا بصبه، بص التقل وادينا اهوت بنصب. شايفين التقل عامل ازاي؟ انا مش عايزة اتقل من كده لان لسه هحطه في التلاجة وهيتقل كمان شوية، فانا عايزاه بالسمك دوت مش اكتر من كده. واحنا دلوقتي كده يعتبر خلاص، بص بابسط الامور وبابسط الامكانيات عملنا الكريمة اللي هندخلها في اكتر حاجات كتير جدا بالنسبة للشوكولاتة والكريم كراميل والحاجات اللي احنا قلنا عليها. ودلوقتي وصفتنا خلصت، واذا عجبكم الفيديو بعد اذنكم انزلوا تحت اعملوا اشتراك للقناة ودوسوا على زر الجرس عشان يجيلكم كل اشعارات بكل حاجات جديدة وحاجات بسيطة بنعملها من البيت البسيط، واعملوا لايك عشان يوصل لاكبر عدد ممكن بعد اذنكم. ودلوقتي بعد ما عملنا الكريمة بتاعتي اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مطبخ سومة في البيت البسيط.